السلام عليكم شباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى انكم تكونوا بخير. يلا نكملوا في الكور ديالنا، دائما في موديل ام 09 اللي هو الكتريسيتي الكترونيك اوتوموبيل. من بعد ما درنا الشيما الكتريك، وانا تعمدت انني نسبق هذيك الشيما باش تعرفوا تقراوا لي الشيما الكتريك، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها مزيان لانها غادي تنفعنا دابا بزاف. غادي ندخلوا لواحد السيكونس اللي هي مهمه بزاف في الدياغنوستيك. الا بغيتي تخدمو الدياغنوستيك خاصك ضروري تكون كتميتريزي هاد لابارتي هادي اللي كتهضر على الالكترونيك اوتوموبيل. وبالضبط كنهضروا على الكابتور والاكتياتور والكالكولاتور. هي هاد السيكونس هادي مفتوحه بزاف، فيها بزاف ديال الحويجات. انا غنحاول نلخصها لكم ما امكن، وغادي نعطيكم هادوك الحويجات اللي غادي يهمكم بزاف في الدياغنوستيك. صافي، نتوما دابا راكم خدمتو شي شويه لي كابتور، ولكن شفتو غير لي رول ديالهم في لي سيستيم، مثلا في الكومون راي او في لانجيكسيون اسونس. واضحه؟ دونك حنا دابا غادي نشوفو كيفاش كتكونترولي هاد لي كابتور هادو. من بعد ملي غادي تبدا تخدم بلاباري دو دياغنوستيك، مثلا لاباري دو دياغنوستيك شنو كتعطيك؟ كتقولك مثلا بان راه كاين عندك واحد الكابتور خاسر، او لا عندك بروبليم مثلا في واحد الانجيكتور او في واحد الكابتور. ملي كتقول لك هي مثلا كابتور دو تمبيراتور مثلا دو ليكيد دو رفرواديسمون ديفيكتي، واش فعلا داك الكابتور غيقدر يكون خاسر او لا يقدر يكون غير الخيوط ديالو مقطعين او لا غير الكونيكتور ديالو ما راكبش. يعني حنا دابا غادي نحاولوا نشوفوا لي كونترول ديال كل كابتور كيفاش كيخدم وكيفاش نكونتروليه. ملي تقول لنا لاباري دو دياغنوستيك راه عندك مشكل في واحد الكابتور اكس، يعني انت خاصك تمشي تكونترولي هاد الكابتور هذا. وهنا غادي نحتاجو لواحد لاباري مهمه بزاف في الدياغنوستيك، واللي هي الميلتيمتر. يعني خاصك تكون كتعرف تخدم بالميلتيمتر. اللي باقي عنده شي اشكال في الميلتيمتر يقولها ليا في الواتساب باش نحاولوا نهضروا عليها اكثر. صافي، دونك الميلتيمتر مهمة عندنا بزاف، دابا خاصنا نكونو كنميتريزيو ونخدمو بالميلتيمتر. يلا دابا نحاولو نشوفو بعض لي كابتور، ولا نشوفو لابلي بار ديال لي كابتور اللي كيتستعملو في السيارة، كيفاش كيتكونترولاو، كيفاش كيخدمو، كيفاش كتعرف في واحد واش مازال خدام او لا مخدامش، واش مأليمونتي ولا مأليمونتينش، الانواع ديال لي كابتور اللي كيتستعملو. هادو كاملين غنحاولو نديروهم في هاد الفيديوهات هادو اللي جايين ان شاء الله. يلا السيكونس هادي اللي غادي نبداو فيها دابا غادي تكون سميتها الكترونيك اوتوموبيل، وغادي نهضرو في البارتي الاولى ديالها على لي كابتور، كل كابتور كيفاش كيخدم وكيفاش كنكونترولي. انا غادي نعطيكم حتى لي كونترول ديال لي كابتور في هاد الفيديوهات هادو. واضحه؟ يلا نشوف واش غادي يكون عندنا في السومير. اول حاجه غادي نبداو بها هي لانتروديكسيون، يعني نعرفوا اشنا هو داك الكابتور، واش هو كالكيلاتور، واش هي اكتياتور، نشوفوا لو رول ديال كل واحد فيهم وكيفاش كيخدموا. نشوفوا لي كابتور ريزيستيف، يعني كاين عندنا واحد النوع ديال لي كابتور كنسميهم دي كابتور ريزيستيف، وكاين عندنا واحد النوع ديال لي كابتور كنسميوه كابتور اندكتيف. لاحظوا معايا هنا راه غير من النوع ديالو، بلا ما نقول لك مثلا كابتور ريزيستيف نمشي نقول لك مثلا كابتور دو تمبيراتور ليكيد دو رفرواديسمون. يعني غنقول لك غير كابتور ريزيستيف كتعرف راه هاد النوع هذا كيفاش كيتكونترولا وكيفاش كيخدم. دونك قلنا كابتور ريزيستيف، كابتور اندكتيف. غادي نشوفو من بعد عاوتاني كابتور اي في هول، كيفاش كيخدم هاد الكابتور اي في هول. نشوفو لي كابتور بيزو، كاين فيهم جوج ديال الانواع، بيزو الكتريك اي بيزو ريزيستيف. نشوفو ليهم تاهما الفونكسيون ديالهم ولي كونترول ديالهم والبرانسيب دو فونكسيونمون ديالهم. ونشوفو ابخي ديبي متر، يعني نشوفو هذا الديبي متر هذا ها هو الشكل ديالو وحطيته لكم هنا. الديبي متر تاهو نشوفو كيفاش كيخدم واشنا هما لي كونترول اللي كيدارو فيه. يلا نحاولو نعرفو اشنا هما دوك لي كابتور ولي زاكتياتور والكالكيلاتور. دونك في لي سيستيم دابا جداد، في سيارات جداد، ولينا كنسمعو هاد الكلمات بزاف، كابتور، كالكيلاتور، اكتياتور. وما يمكنش تعلم الدياغنوستيك الا ما كنتيش كتميتريزي هاد الحويجات راه حنا قلناها. دونك اشنو كنقصدو بهم ولا علاش استعملنا بعدا هاد لي كابتور هادو في السيارات؟ واضحه؟ دونك الا بغينا نفهمو نرجعو شي شويه للور، فاش كانوا السيارات القدام مثلا تنهضروا على لي اركات ولا 205 او لا. مثلا الا بغينا نقادو دوزاج في موتور اسونس قديم،
اللي كان كيتستعمل الكاربيراتور. دونك فاش كانت عندنا الكاربيراتور باش تقاد الدوزاج، راكم عارفين اشنو هو الدوزاج، يعني الا دخل 1 غرام ديال لير شحال خاصو يدخل معاه من غرام ديال ليسونس باش يكون عندنا واحد الميلونج بيان دوزي ويكون اوموجين، وهاد الحويجات راكم شفتو. دونك في لي سيستيم القدام اشنو كان، كان الكونديكتور مثلا فاش كي اكسيليري كيبان على البيدال ديال الاكسيليراسيون، البيدال ديال الاكسيليراسيون كتجر واحد الكابل، وداك الكابل كيجر واحد البابيون، وداك البابيون كيتفتح اولا كيتسد باش يدخل واحد الكونتيتي كثر ديال لير، وديك الكونتيتي كثر ديال لير كتجر معاها اكثر ديال ليسونس. يعني لاحظوا معايا بان هادشي كامل كان ميكانيك، يعني كنتحكموا يعني كنجيريو الموتور ميكانيكمون، واضحه؟ حتى مثلا لا طومبيراتور باش كنريغلو لا طومبيراتور ديال الموتور كان عندنا غير واحد التيرمو كونتاكت، ملي كيسخن كيديلاطا، وعاد باش كيسد داك الانتيريبتور باش يخدم لينا الموتور فونتيلاتور. دونك هاد الحويجات كانت عندهم واحد الجيستيون كانت ميكانيك، يعني ما عندهاش علاقه بالالكترونيك. دونك مع التطور اشنو ولا، يعني ولا هادشي ما خدامش، ولات الموتور شي شويه كيلوات، يعني خاصنا لا بريسيزيون مثلا في الدوزاج، خاصنا لا بريسيزيون. وباش نضبطو داك الدوزاج يكون بيان بريسي اشنو خاصنا نديرو، خاصنا نديرو شي سيستم الكترونيك اللي كيولي كيجيري بزاف ديال لي زانفورماسيون باش يعطينا احسن دوزاج ممكن. واخا تغير الطومبيراتور ديال الموتور، تغير الطومبيراتور ديال لير، تغير البريسيون ديال اللي في كوليكتور دادميسيون، يعني اي حاجه تغيرات دائما يبقى عندنا الدوزاج هو هذا. داكشي علاش استعملنا واحد الكومبوزو اللي سميناه كالكيلاتور. دونك كالكيلاتور بحال قلنا شي كمبيوتر هو اللي كيجيري الموتور، والكمبيوتر باش يخدم اشنو غادي يخصو، غيخصوه المعلومات، واضحه؟ هاد المعلومات هادو هما اللي كنسميوهم لونتري، كيف ما قلنا سيستم او تي اس لونتري هما اللي كيجيبوا ليه المعلومات. والكالكيلاتور اشنو كدير، كدير تريتمون، يعني هي اللي كتريتي دوك لي زانفورماسيون باش كتاخد بعض القرارات، وكتكوموندي سورتي اللي هما لي زاكتياتور. دونك قلنا هاد ثلاثة التسميات اللي غادي تزادو، ولا هاد ثلاثة الكلمات اللي غادي تزادو هنا هما كابتور، كالكيلاتور، اي اكتياتور. اكتياتور اولا كنسميه اكسيونر. دونك لي كابتور اشنو الدور ديالهم في السيارة، اي كابتور في السيارة اشنو الدور ديالو، هو كيجمع ليا المعلومات، يعني كيجيبو ليا لي زانفورماسيون، كيجيبو لي زانفورماسيون ولما كيعطيوها الكالكيلاتور. والكالكيلاتور اشنو كدير، كتكوموندي لي زاكتياتور، كتعطينا لامورساج لمن لي زاكتياتور. باش نفهموا هذا البرينسيپ هذا غادي نعطيكم واحد المثال بسيط. لاحظ معايا بحال الجسم ديال الانسان، نفس الشيء اللي كيوقع في الانسان هو اللي كيوقع حتى في هذا السيستم هذا اللي هو سيستم او تي اس اون تري تريتمون سورتي. نعطيكم مثال، مثلا شي واحد بحال ما هكا كيقيس شي حاجه، مثلا شي حاجه سخونه، اشنو كيوقع؟ شكون اللي كيعرف بان هذيك الحاجه راه سخونه، مثلا هذا لوبجي هذا بانه راه سخون؟ دونك الجلد اشنو كيدير، هو اللي كياخذ ديك لانفورماسيون، هو اللي كيحس بالحراره. ولكن الجلد اشنو كيدير، واش كياخذ شي قرار ولا شي حاجه؟ لا، الجلد غير كياخذ هذيك لانفورماسيون وكيرسلها لمن، كيرسلها للدماغ، يعني كيرسلها للسيرفو. الدماغ اشنو كيدير، كيحلل ديك لانفورماسيون اللي جاتو من عند الجلد، يعني من عند حاسة اللمس، كيحلل ديك لانفورماسيون وكيشوف واش هاد الحرارة غادي تشكل عليه مثلا خطر او لا. الا كانت كتشكل عليه خطر، الدماغ اشنو غادي يدير، واش غادي يتحكم في الجلد؟ لا، اشنو كيدير، كيتحكم، يعني كيعطي واحد الاوردر، واحد الكوموند لمن، الميوسكل، العضلة. العضله هي فاش كتقلص واشنو كيدير، باش يبعد يدو على داك البلاصه اللي كتكون سخونه. يعني الجلد اولا حاسه اللمس شنو دارت، عطات لانفورماسيون لمن، الدماغ، الدماغ اناليز هذيك لانفورماسيون، حللها واشنو دار، وعطى امر لمن، الميوسكل، باش يبعد يدو. دونك الحواس، يعني في السياره شنو هما الحواس، الحواس هما لي كابتور. دونك لي كابتور بحال الشكل ديال الحواس ديال الجسم ديال الانسان، بحال الشوف، بحال الشم، بحال التذوق، بحال اللمس الى اخره. دونك لي كابتور كيجيبوا لينا لي زانفورماسيون، واش كيديروا لهذوك لي زانفورماسيون؟ ما كيديروا بها حتى شي حاجه، كيرسلوها مباشره للكالكيلاتور.
الكالكولاتور هو ليليمون انتيليجون هنا، يعني هو اللي كيفكر، هو اللي كياخذ القرارات بحال الشكل ديال السيرفو ديال الانسان. يعني كيكون عنده واحد البروغرام الكالكولاتور كنديروا فيها واحد البروغرام، هو اللي كيولي شنو كيدير، كياخذ دوك المعلومات ومن انطلاقا من دوك المعلومات كياخذ كتاخذ دي ديسيزيون بعض القرارات باش كتكوموندي لي زاكتياتور. دونك لي زاكتياتور او لاكسيونور اشنا هو؟ هو لي موسكل ديال الكالكولاتور، هما العضلات ديال الكالكولاتور. مش واضح ولا لا؟ يعني اي حاجه كتكومونديها الكالكولاتور كنسميوها اكتياتور. اي حاجه كتكوموندي، يعني انجكتور، الكتروفان، موتور الكتريك، رولي، اي حاجه كتكومونديها الكالكولاتور كنسميوها اكتياتور. ولي كابتور اشنو الدور ديالهم؟ هو انهم كيجيبوا المعلومات للكالكولاتور. واضحه؟ دابا كتقول لي انا علاش مثلا غادي نستعمل هاد لي كابتور؟ هادو لي كابتور كيكونوا بزاف. دونك الكالكولاتور هنا ما كتعرفش اشنا هي شي حاجه، مثلا حراره، ما كتعرفش الحراره، ما كتعرفش الحركه، ما كت الكالكولاتور كتخدم غير بالالكتريسيتي، كتعرف هي فقط الالكتريسيتي. وحنا مثلا الكابتور باغي يجيب واحد المعلومه ديال الحراره ديال الموتور، دونك الكالكولاتور ما غاديش تعرف هذيك الحراره، ما يمكنش لي ندوز انا حراره لعند الكالكولاتور، نسخن الكالكولاتور ولا شي حاجه باش تعرف بان الموتور راه سخن. دونك هنا كيجي الدور ديال الكابتور، اشنو كيدير الدور ديال الكابتور؟ هو كيترانسفورمي اون غروندور فيزيك و شيميك اون اون غروندور الكتريك. يعني لي كابتور اشنو كيديروا؟ كياخذوا دوك المعلومات، دوك المعلومات كيكونوا على شكل قيم فيزيائيه، تكون عندك قيمه فيزيائيه مثلا الحراره ولا حركه ولا بوزيسيون ولا اي حاجه. يعني الكابتور شنو كيدير؟ كيشد ديك المعلومه على شكل حراره، وشنو غادي يدير ليها هذا الكابتور؟ كيحولها للطونسيون، يعني كيحولها للالكتريسيتي، يعني غيرسل ديك الحراره للكالكولاتور على شكل طونسيون فاريابل. شحال ما تغيرات مثلا الحراره، الكابتور غيرسل واحد الطونسيون حتى هي كتغير شحال ما تغيرات الحراره. واضح هادي؟ يعني الدور ديال اي كابتور اشنو هو؟ هو ترانسفورمي اون غروندور فيزيك او شيميك اون اون غروندور الكتريك، كيحول قيمه فيزيائيه ولا كيميائيه لقيمه كهربائيه. هذيك القيمه الكهربائيه هي اللي كتقدر الكالكولاتور تاناليزيها. واضح ولا لا؟ يعني ما وصلتش الحراره ترانسفيرين الحراره مباشره للكالكولاتور او لابوزيسيون او لا. واضحه؟ نفس الشيء الا عقلتوا في الاول، قلت لكم عطيتكم مثال ديال لاكسيليراسيون. شحال هذيك انت الا بغيتي تاكسيليري اشنو كدير؟ كتبرك قلنا على البيدال ديال لاكسيليراسيون، البيدال كتجر واحد الكابل وداك الكابل كيجر داك البابيون الى اخره. في السيارات الجداد ما بقاش هذا الشيء، ولينا كنديروا كابتور حدا البيدال ديال لاكسيليراسيون. حنا غادي نشوفوا كيفاش كيخدم. ملي الكونديكتور كيبرك على البيدال ديال لاكسيليراسيون اشنو كيدير داك الكابتور؟ كيعبر البوزيسيون ديال البيدال، ما بقى حتى شي كابل ولا شي حاجه، كيعبر البوزيسيون ديال البيدال وكيرسلها للكالكولاتور على شكل طونسيون. يعني شحال ما برك الكونديكتور على البيدال شحال ما كتغير الطونسيون اللي غاديه للكالكولاتور. واضحه ولا لا؟ يعني هنا الكابتور اشنو دار؟ حول لينا ترانسفورما لينا واحد الكروندور فيزيك اللي هي بوزيسيون، الكروندور الكتريك اللي هي طونسيون اللي غادي تمشي للكالكولاتور. هنا في لي كابتور غادي نشوفوا شكون لي كابتور اللي كيتاليمونطا اللي ما كيتاليمونطاش، وبشحال كيتاليمونطا، وكيفاش كيتكونترولا الى اخره. دونك هنا لي كابتور شنو هما؟ هما لونطري، هما اللي كيعطيو لانفورماسيون للكالكولاتور. الكالكولاتور قلنا اشنو كدير؟ كتاناليزي دوك لي زانفورماسيون وكتاخذ بعض القرارات، وهذوك القرارات لما كترسلهم، يعني كترسلهم على شكل كوموند لاكتياتور او لا اكسيونور، كيتسموا اكتياتور ولا اكسيونور. قلنا اي حاجه كتكومونديها الكالكولاتور كنسميوها اكتياتور، بما في ذلك الانجكتور، موتور الكتريك، رولي، اي حاجه دي زيلكتروفان حنا غادي نشوفهم. دونك الا قلت لك الدور ديال لي زاكتياتور اشنا هو؟ تقريبا نقدر نقول هو العكس ديال ديال الدور ديال الكابتور. الكابتور شد قيمه فيزيائيه وحولها لقيمه كهربائيه، الكالكولاتور طريطات هذيك لانفورماسيون ورسلات واحد الكوموند، يعني كوموند على شكل كورون الكتريك. يعني هنا الكالكولاتور شنو غتخرج؟ غتخرج عاوتاني الكتريسيتي، يعني غتخرج واحد الطونسيون غتمشي لاكتياتور. لاكتياتور شنو غادي يدير؟ غيحول ديك الكروندور الكتريك لكروندور فيزيك. يعني الا كان موتور الكتريك راه مني غادي تجيه لاليمونطاسيون من الكالكولاتور، غيحول ديك الالكتريسيتي لحركه.
كان بوجي دو بريشوفاج غادي يحول ديك الالكتريسيتي الحرارة، واضحة؟ كان تا الكتروفان يعني تا هو كيحولها للحرارة. يعني الغول ديال اي اكتياتور اون جينيرال كنقولوا، يعني هو لي زاكتياتور قلنا هما لي ميسكل ديال الكالكيلاتور، الدور ديالهم اشنو هو؟ هو انه كيحول قيمة كهربائية لقيمة فيزيائية، غروندور فيزيك نو غروندور الكتريك اون اون غروندور فيزيك. دونك هادو هما، هذا هو السيستم اللي غادي نبداو كنهضروا عليه دابا، كابتور كالكولاتور اي اكتياتور، اللي كيتسمى سيستم امباركي ولا سيستم الكترونيك امباركي. يعني كيكون اشنو كيدير؟ كانه كيولي اوتونوم. ملي كنقولوا امباركي يعني كان هاد السيستم هذا ولا اوتونوم، يعني الكالكولاتور خدامه راسها، كتجيب المعلومات راسها، يعني المعلومات من عند لي كابتور، يعني السيستم ديالها كتجيب معلومات كتريتيهم وكتكوموندي. يعني كانه ولا هنا عندنا واحد السيستم اوتونوم، داكشي علاش كنسميوه سيستم الكترونيك امباركي، وكدير حتى دي زاكسيون اون طون ريال. دونك حنا الهدف ديالنا دابا في هاد الكور هذا شنو هو؟ هو هاد لي كابتور هادو اللي كاينين كاملين، نعرفوا كيفاش كيخدموا الدور ديالهم كل كابتور بوحدو، وكيفاش كتكونترولي.